السلام عليكم. النهاردة اليوم 26 في رمضان، خلاص 3 4 ايام ورمضان يخلص. يا ترى اخلاقك اتغيرت في الفترة دي ولا لا؟ يا ترى عندك خطة بعد رمضان تطبقها ولا لا؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ حق المسلم على المسلم 6: اذا لقيته فسلم عليه سلام عليكم، واذا دعاك فاجبه، لو عزمك على مكان او طلب منك ان انت تحضر مثلا البيت عنده او حاجة تلبي الدعوة، وإذا استنصحك فأنصحه، لو طلب منك نصيحة انصحه بأمانة، وإذا عطس فحمد الله فشمته، لو عطس وقال بعد ما عطس الحمد لله فقول له يرحمكم الله، وإذا مرض فعد، لو صاحبك مرض تروح تزوره. ناس كتير بتقع في الغلط ده ان هو يبعت رسالة مثلا. انا بتكلم عن الناس اللي تقدر ان هي تروح تعمل زيارة للمريض، مش بتكلم عن الناس اللي هم ما عندهمش القدرة. لو ما عندكش القدرة لا حول ليك ولا قوة، حتى مجرد ان انت ترفع سماعة التليفون وتتصل بيه ده شيء رائع. والحاجة الاخيرة، واذا مات فاتبعها، ان انت تمشي في جنازته. وبرضه في ناس بتقع في الغلط ده اللي هو يقولك انا ما بحبش مثلا اروح اشوف القبور. بالعكس، ان انت تروح تشوف القبور بيبقى عظة ليك قبل ما بيكون عظة لحد تاني ما راحش القبور. لو تفتكروا في فيديو عملته من كام يوم برضه عن القبور، اتفرجوا على الفيديو دوت وشوف المكان نفسه بيبقى ليه رهبة، ان انت عارف يوم الايام هتوصل المكان ده، لان هي حقيقة وما بتتغيرش. بلاش تضحك على نفسك وتقول بعدين او بكره او كذا او كذا، لان في يوم من الايام انت اللي هتكون هناك وهيكون صحابك هم اللي ماشيين عليك على جنازتك تحديدا. فخد بالك من الحاجات دي. الخلق ده شيء اساسي ان انت تتخلق بيه، لان دي الاخلاق اللي انت المفروض تكون عندك فيها. الستة دول تخلق بيهم وهتلاقي حياتك بقت احسن. وخد بالك اي حاجه بتعملها، لان هو اللي بيحاسبك ربنا سبحانه وتعالى. وما تعملش حساب ان انت اي حاجه بتعملها مستني رد من الناس، لان لو انت قعدت تستنى رد فعل من الناس مش هيعجبك طول الوقت، لكن لو انت استنيت من رب الناس هيعجبك طول الوقت، وهتلاقي ربنا بيكتب لك الخير دائما وابدا. سلام.